اثناء الحمل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعديها بسلام. السيدات اللي بتعمل، المراه اللي بتعمل وبتخرج وبتنزل ومدرسه وطبيبه ومحاسبه وانسانه عظيمه بتشتغل، دي انسانه عظيمه ما عندهاش مشاكل، وبتشتغل في الغيط وفلاحه وبتبيع في السوق وست محترمه، ما دام بتتحرك ما تخافش عليه. خلاص. اللي انا عايز اقول لك عليه ان في بعض السيدات اللي كانت بتحمل سواء حمل تاني او تالت او رابع وهي عندها تلات اربع عيال ومش عاوزه عيال تاني، تقوم تتنطط من على السرير وترمي نفسها مش عارف ايه وتعمل ايه عشان الجنين ينزل. مش عايز اقول لك ان الجنين قرد مسلسل جوه ما بينزلش ولا بالطبل البلدي حضرتك. فانما بقى لو الحمل ضعيف، ها، ويا دوبك بتعدي رجلها كده راح الحمل واقع، ما تزعلش عليه، يعني ما تزعلش عليه، ربنا يرزقها خيرا منه. لكن اذا الحمل الطبيعي والجنين الطبيعي في اي امراه قويه قرد مسلسل جوه ماسك بسلاسل حديد يقع ازاي حضرتك؟ لكن لو البلاسينتا ضعيفه والست حد ضربها بنيه بقى ولا ضربها بالشلوت ولا عمل لها حاجه وحصل نزف، فده طبعا بيسموها سريت المسكارج او بيقول عليها ده خطر. يعني خطر ان حد يضرب واحده بنيه حامل او يضربها بشلوت او حرام عليه كده، ممكن تنزل وتعمل اجهاض، تتعرضت لحادثه او تروم. ممكن ما يكونش حد ضربها بنيه ولا ممكن راكبه عربيه عملت حادثه. وياما جالنا في المستشفى يعني ستات في الشهر الرابع الخامس السادس حتى الثامن وعاملين اجهاض. وطبعا الاجهاض ده اهم حاجه عندنا دلوقتي، نلحق مين؟ نلحق الست الحامل، لان دي ممكن لو ما لحقتهاش تموت. ده بالنسبه لنزول الدم في الاشهر الاولى للحمل. طبعا لو الدم نزل كتير هيحصل مسكارج، طبعا هيحصل اجهاض. ولو حصل اجهاض متكرر كل ما تحمل تقع كل ما تعمل، لا في مشكله بقى، في مشكله عندها ايه؟ توكسوبلازما، عندها ميكروب القطط، عندها اجسام مضاده، عندها ذئبه حمراء، عندها بيسموها انتي فوسفوليبيد سندروم، عندها مشكله في الدم عايزه تتحل، فلازم لها تحاليل. يبقى الاجهاض المتكرر في المراه لازم له تحاليل مهمه. وتحاليل مهمه برضو الجماعه بتوع تنظيم الاسره ناس محترمه جدا، وعاملين طبعا سلسله ولسته بالاشياء اللي هي بتهدد الحامل، سواء اللي عندها ذئبه حمراء او اللي عندها ميكروب القطط او اللي عندها اجسام مضاده حتى للحيوانات بتاع الزوج. وتعاد زمان كانت عندنا مشكله صغيره وبدات تتحل، اللي هو رايسس فاكتور. اللي هو رايسس فاكتور ده موجود في بعض الازواج، لو الزوج بوزيتيف والزوجه ما عندهاش، دم المراه بيعتبر ان الجنين جسم غريب، فاول مولود ممكن يتولد ازرق او مخنوق او لكن المولود الثاني والثالث يموت. فبنلحقها احنا بقى ونديها ايه؟ انتي دي وانتي ار اتش. الحقنه كانت ب 300 جنيه ايام الرخص، دلوقتي اكيد غليت طبعا، لكن لازم تديها الحقنه دي علشان الجنين ما ينزلش ميت ولا يتخني. فطبعا لازم نعملها كمان رايسس فاكتور. يعني شوف احنا بقى دخلنا من ايه؟ من مجرد ان احنا نعمل صوره دم، ها، عشان نشوف الانيميا، ونشوف السكر في الدم عشان نشوف سكر الحمل، ونشوف وزن الحامل، ونشوف الضغط عشان ما يحصلش بريكلامسيا ولا تعمل اجهاض، ونشوف السونار. لا ده احنا هنشوف حاجات تانية اللي هو رايسس فاكتور. بس رايسس فاكتور ده احنا هنعمله مره، لو لقيناها بوزيتيف وجوزها بوزيتيف على عين وعلى راس حلو قوي، لكن لو جوزها بوزيتيف وهي نيجاتيف دي مشكله، دي مشكله حضرتك لازم نلحقها بايه؟ بحقن بيسموها انتي ار اتش. طيب مشكلات محتمله اثناء الحمل. طيب حصل اجهاض، لو حصل اجهاض استنى عليها خمس ست اشهر عشان اشوف ايه السبب؟ لا عندنا ناس بقى مستعجله، اجهاض بعد شهر حملت، اجهاض بعد شهر حملت، اجهاض. يعني انت عارف كل جنين بيتكون بيتعمل له شويه فيلاي كده اوعيه لازقه في الرحم، اتقطع الجنين، اتقطع وبقت الاوعيه مدلدله، اتعمل الجنين تاني في حته تانية اتقطع وبقت اوعيه مدلدله، يبقى الرحم من جوه يعني مش مظبوط، حتى يجي الجنين الجديد ما مش لاقي حته يمسك فيها. فعشان كده بنقول نستنى خمس ست اشهر لغايه لما الرحم يتعدل ونشوف الجنين الجديد يمسك فين، هيجيب مشيمه منين حضرتك. انما مستعجل مستعجل، حمل واجهاض وحمل واجهاض وحمل واجهاض، مفيش دكتور قال لك ارحمي نفسك سنه. يا ترى ايه هي مشكلات الحمل المحتمله ونعالجها ازاي؟ دي نشوفها برضو ان شاء الله الحلقه القادمه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.